سلام بنات، من انكم تكونوا كلكم على خير وبخير. اليوم ان شاء الله انا بديت هادي، انتما كما كتشوفوا يلا خديت الطوبي ليست خاص اللي كان عندي، يعني خدمت بيه، بقى لي يلا هاد شويش هذا ما عادش يكفيني. غادي نوريكم الطريقه. دابا انا خدمت النص باش نوريكم عاوتاني في النص الاخر. هادو كما كتشوفوا كيبقاو غير مدليين بحال هكذا، وشريت هاد الحجيرات هادو بخمسة دراهم الوحده، يعني كل وحده هابطه غادي تكون معلقه فيها وحده. ان شاء الله غادي نوريكم كيفاش، ولكن ماشي في هذا الفيديو اللي جاي منين نجي نلصقوا على الثوب. كما كتشوفوا بحال هكذا، يعني مزيونين كلهم غير حجر بحال هكذا. غادي نلصق ديك لي ستراس، غادي ندخلو هنايا وغادي نلصقو. صافي، بالنسبه على التوبي هذا الرقم ديالي وجوج كنظن على ما نعقل، لان الرشمه عندنا ضيقه هنايا رقيقه مع لي ستراس والتوبي، يعني بجوج بلايص. هذا هو القياس اللي يجيني، اصغر قياس تقريبا كيتباع هذا بثلاثة دراهم ونص، وهذا لي ستراس راكم عارفين الثمن ديالو 35 درهم القنوط. شوفوا بالنسبه للخدمه ما يصلحش انكم تقطعوا هذا كامل، يعني تزولوا له البلاستيك وتبداو تخدموا، لان كيبرد ما كيبقاش يلصق مزيان. انا هي قطعتي على هاد البلاصه، دابا هذه راه ما كتلصقش، هذه كتلصق كما كتشوفوا. بالنسبه على الرشمه باش تبان لينا هنايا على الجيلاتين، كاين جوج ديال الطرق، اما كتحطوا الرشمه وكترسموها بالسيلو وعاد كتبداو تخدموا، اما كتلصقوا الورقه. هاد الورقه هادي انا لصقتها من اللور، ملصقها بالسكوتش من هنا ومن هاد الجنب هذا، المهم ثبتها مزيان باش ما تزعزع على هكا لا هكذا، مثبتها باش نخدم عليها. يعني احسن انني نستغل الوقت انني نعاودها فوق الجيلاتين، من الاحسن انني ندير الورقه ولصقها بالسكوتش. نتوما لا تسيريتي وشي وحده ديروا عليها فوتوكوبي شي جوج، بحيث احتمال تضيع لكم التقطع. هانتوما كما كتشوفوا غادي نخدم لكم هاد الجزء هذا، هو غادي نقطع ليه البلاستيكه ديالو، نحاول نقطع غير بشويش، ما نقطعش حتى لحد، لان نقطع غير لحد لهاد البلاصه هادي، لان هادو كيجيو مدليين يعني ما كيلصقوش على الجيلاتين، كيبقاو غير في الهواء. بحال هكا انتما شفتو غير هاد البلايص هادو هما اللي كيلصقو، هادو لا. صافي هانتوما كما كتشوفوا غادي نبداو اول وحده، كنخدمو هكذا باللوايه، كنمشيو غير على الخط اللي عندنا في الرشمه، كنبداو نحطو لي ستراس. بالنسبه هنايا للدوره بحال الدائريه، ما يمكنش ان لي ستراس يدور لينا هكا كامل، غادي نقسموه مع هاد البلايصه هادي وغادي نكملوا هاد الطريف هذا. هانتوما كما كتشوفوا اما نكملوه اما غادي ندير انا هذا باش نكمل ديك الطرف التحتاني، غادي نلصقو من هنا وندورو. المهم نحاولوا نفينيو هادشي مزيان ونجيبو، يعني نمشيو على الرشمه باش يجينا داكشي زوين ومقاد، يعني ما تجيناش الخدمه سواقيه، فهمتي؟ يعني كما عندنا الرشمه نحاولوا نطلعوها. صافي عاوتاني غادي نهبط حتى لتحت، عاوتاني من هاد الجنب هذا، وغادي نطلع هاد لي ستراس عاوتاني مع الجنبات حتى الفوق. حنا كنلصقو بيدينا هكا، كندفعو بصبعنا. هانتوما كما كتشوفوها كنمشيو يلا مع الرشمه هكذا، كندورو لي ستراس على حسب الرشمه. صافي عاوتاني نكملو هاد الطريف، وعاد باقي لنا الفينيسيو ديال هاد الرشمه هادي، ملي غادي تسالى راه غيتقطع هادشي اللي هنا كامل كله غادي يتقطع. من بعد ما صوبت هادي غادي نشد هاد التوبي هذا، كنشدو من الخيط ديالو كنخليه فيه ما كنزولوش، وكنزيرو مزيان باش ما كيجيونيش ما بيناتهم الفراغ.
كنحط اول وحده كنشوف القياس اللي غادي تجيني فيه وكنبدا نضغط وكنحطو عليها كامله وما كنطلقش هذا كنبقى شاده فيه حتى كنلصقو مزيان عاد كنزولو لان لا طلقتي ويمكن يمشي لكم وحده طار من هنا ولا من هنا ويجيكم الفراغ بيناتهم ها انتما كما كتشوفوا حتى اخر وحده وكنشدها وكنبدا نجر الخيط غير بشويش صافي بحال هكذا وكنضغط بيدي هكذا بصبعي باش كيلصقوا مزيان عاوتاني هاد الجنيب هذا حتى هو غادي نعمرو بالنسبة على هادي غادي نوريكم هادي باش تجي باينة اللي كتجي مطلوقة كنوصلو حتى لحد لهنا وما كنقطعوش كنخليه كناخد العبار اللي عندي هنايا في الرشمة وكنقطعه باش نضمن انه يبقى لاصق ليا معلق يعني مزيان احسن حاجة انني نخليه لاصق فيه وندير هاد التحتانية هادي صافي كنشوف هاد القياس اللي عندي فرش ما كنقطع كما كتشوف بحال هكذا صافي غادي نعمرها بالطوبي عاوتاني هنايا بحال الاخرين صافي نجر صافي كما كتشوفوا بحال هكذا هانتوما كما كتشوفوا عاوتاني خدمت هذه بنفس الطريقه خليت هذا نازل بس ما شاء الله هاد اللبسه غادي نخدمها معاكم كلها من الاول للتالي الا بغيتي يعني ما كانش هادشي يجيكم تكرار انا غادي نخدم حتى للربع نوريكم كيفاش غادي نزيد ديك السمطه التحتانيه وكيفاش غادي نلصق ديك الحجيرات الاخرين فهاد لي ستراس اللي مد لي هكا كيفاش نلصق الثوب فاش نديها للبريس ان شاء الله غادي نحاول نصورها ليكم باش تشوفوها كيفاش غادي تصوب المهم ان شاء الله المراحل كلها نوريها لكم بالنسبه للتوبي واخا يتسرى لكم في الوسط ديال الخدمه ماشي مشكل حتى داك تلصق حبه حبه غادي نولي ندير واحد اخر
صافي يا البنات، حد لينا وصل لي ستراس اللي عندي، هادشي فين كمل ليا صافي، هادشي اللي بقى ليا 6 ديال الحبات. المهم ان شاء الله غادي نكملو، غادي نوريه لكم، غادي نلصقو على الظهر ديال التوب، ونوريكم بعد التوب كيفاش داير لونو. هكذا هادي الكرونة اللي غادي نخدم، مبرة هي اللي غادي تخدم هنايا. هانتوما هو دا التوب تحت منو، هانتوما البنات كما كتشوفو التوب من التحت، راه هادشي كله غادي يزول، هاد الجيلاتين كامل غادي يتقطع وغادي يتفينا من الجناب كاملة، غادي يبقى غير هاد الزواق هذا هو اللي عاوتاني غادي نوليو نركبوه على التوب. وغالبا انا غادي نبريسي هاد الرشمة هادي قبل ما غادي نخدمها باش يلصق ليا مزيان، لان غادي يكون هادشي عندي رقيوق، فضروري انني نبريسيها وتلصق ليا مزيان عاد نلصقها على التوب. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، ما تنساوش دعموني بلايك واشتراك القناه وتبارطاجيو مع اصدقاء ديالكم. سلامه.